السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أحلى متابعات في العالم، واش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في فيديو اليوم إن شاء الله. اليوم حبيباتي راح نوجد معكم حلوة من بين الحلويات هذه اللي قلت لكم جاتني في طلبية خطوبة. من بين هاد الحلوة اللي وجدت اختاريت لكم اليوم هاد الحلوة المكعبات اللي بالبابيون، حلوة هايلة راقية جدا، سهلة التحضير. راح نديروها بلاباط سابلي من تحت وحشو من داخل الشوكولاتة، طريقة تلوينها بمهلوون تا زينتها أيضا بتزيين بسيط لكن راقي وجميل جدا. كل التفاصيل راح تلقاوها في فيديو اليوم إن شاء الله، كملوا فقط الفيديو حتى الأخير وما تنسوش الضغط على الإعجاب قبل ما تشوفوا الفيديو يا البنات، وخليوا لي رايكم في التعليقات. نقولوا بسم الله ونبدأ أول حاجة في لاباط سابلي اللي راح تكون هي القاعدة تاع الحلوة تاعنا تاع نهار اليوم. بالنسبة لاباط سابلي استعملت لهنايا 500 غرام تاع المرقة تكون طرية مع كاس نقص أصبع واحد تاع السكر الناعم. راح نخدمها مليح مع بعضهم بيدي بشكل هذا، واللي ما تحبش تخدم باليد تخدم بالفوي ولا بالخلاط الكهربائي هي حرة. نخلط جيدا كما راكم تشوفون، نحاول نحك هذاك السكر مع المارغرين هكا باش تولي لي القوام تاعها كريمي. من بعد راح نضيف لها بيضة وصفار حبتين تاع البيض ونزيد معاهم لافاني. بالنسبة للافاني إذا توفرت عندكم لافاني بودر ولا سكر فانيلا تقدروا تبدلوها، مش شرط تكون لافاني ليكيد. نخلط المقادير جيدا حتى تعود بالشكل هذا. من بعد نضيف عليها نص كاس تاع نشا، طبعا نشا تعطيها خفة للحلوة تاعنا. نزيد معاها كيس خميرة كيميائية نقص شوية، يعني كما لاحظتي وما حطيتوش كامل، فرغت لكن خليت فيه شوية زايد على النص لكن ما نكملش الباكي كامل. نخلط هاد الانشا والخميره الكيميائيه مليح حتى نعود ما نلاحظهمش باش نبدا نضيف الفرينه. الفرينه هنايا نضيف زوز كيسان، راح تاخذ لكم بين 3 كيسان حتى 3 كيسان ونص حسب الفرينه، يعني ما تعتمدوش على فرينه المقاس ولا الوزن اللي نعطيه لكم حنا، لانه الفرينه تختلف من فرينه لفرينه. الفرينه جامي تلعبوا بها يا البنات، ديما تضيفوا بشويه حتى تحصلوا على القوام تاع العجينه اللي يكون طري، يعني باش ما تشيح لكمش العجينه ولا تجيكم يعني جاريه بزاف ومن بعد الحلوه تاعكم تذوب. كما راكم تلاحظوا نبقى نضيف الفرينه ونلم، كما راكم تلاحظوا لاباط راهي سهله ما فيهاش مقادير بزاف. هلا كما راكم تلاحظوا الكاس الرابع نضيفو درك على بشويه ونلم. طبعا ما نحاولش نعجن العجينه، ديما نقولها لكم نضيف الفرينه فوق اليد نتاعي باش نهبط هذاك العجين اللي لاصق في يدي ونبدا نجمع. لما نتحصل على عجينه تكون بالطريقه هذه ملسة كي نكورها في يدي وتكون طرية خلاص نتوقف عليها نحطها في كيس بلاستيكي على جهة. نرجع للمول تاع السيليكون، هاد المول تاع المكعبات يعني راهو متوفر، راح نجيب له طابع يكون على شكل مربع، يكون يعني على نفس مقاسه ولا زايد عليه شوية. نجيب العجينة تاعي نحطها بين كيسين بلاستيكيين، كما راكم تلاحظوا راح نرشلها شوية الفارينة ومن بعد راح نبدأ نطرحها. نطرحها بشكل اللي يكون عادي كيما نطرحو ونخدمو الكاتو تاعنا اللي موالفين عادي. السمك تاعها تاني ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين، حوالي هكاك نص سنتيم. ونجيب الطابع اللي قلت لكم مربع، ضروري يكون على مقاس المول تاعنا تاع السيليكون، يعني ما ديروهش كبير بزاف باش ما يجيكمش باشع. كما تلاحظوا بعد ما نطبع الحلوة تاعي كاملة نحاول نحيها بشوية فقط باش ما تتكسرش معايا، نعاود نسقمها إذا تعوجت لي ونحطها في صينية الفرن وندخلها للفرن حتى تطيب وتاخذ اللون الذهبي. نرجع أنا للشوكولاتة البيضاء اللي كنت ذوبتها على حمام مائي بدون أي إضافات، زدتلها يا بنات زوز قطرات فقط تاع لاباتاغوم تاع الفريز، ولاحظوا اللون اللي تحصلت عليه لون الغوز هذا الكليغ، يعني جاني باهي ما نخبيش عليكم. ايضا عطاتني ذوق الفريز، يعني ريحه تاع الفريز من الكاطو ما نحكي لكمش روعه. ندهن المول تاعي بطريقه هذه، ندخلو للمجمد ونعاود نخرجه ونديرو 3 مرات، يعني نديرو 3 طبقات تاع الشوكولاته. الساعه باش نبداو نحشيوه ان شاء الله.
كما راكم تلاحظوا، نحاول خصوصا الاطراف والوسط نحاول ندهنها مليح، ندخلهم قلت لكم حتى ندير لهم ثلث طبقه تاع الشوكولاته باش نرجع للحشو. الحشو هنايا كنت وجدته معكم، دوك راح نهضر لكم عليه. اول حاجه نحط في المول تاعي طوفيا كراميل، طبقه من الطوفيا كراميل نحطها كامل في المول تاعي. من بعد راح نجيب الحشو، الحشو اللي وجدتها معكم في حلوى القلوب البيضاء اللي ما شفتيهاش، راح نخليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. حشو بسيط سهل اقتصادي ويعني يخدم لكم ما شاء الله. عندك درت كاس تاع الجاتو ماكاو ذوق الشوكولاته مرحي مع كاس تاع الكاوكاو محمص ومرحي ولميتهم بالطوفيا. هذا ما كان، هذا هو الحشو تاعنا، ونحشي بها الحلوى تاعي ولا الشوكولا بالطريقه هذه. نحاول نسقمها مليح في وسط المول بالطريقه هذه. بالنسبه ايضا للتزيين نحتاج هاد البابيون، هاد يعني يتباعوا موجودين ومتوفرين عند اللي يبيع لوازم الحلويات. راني كيما تشوفوا لهنايا نقص فيها من وجد فيها من قبل ما نبدا نسق في الحلوى تاعي مع بعضها. كما راكم تلاحظوا نقصها بالطريقه هذه، ومن بعد نحي لها كامل الزائد ونخلي غير البابيون كما تشوفوا فيه. نحاول نضغط عليه في الوسط ونتحصلوا على بابيون بالطريقه هذه. راح نزيدوا به ان شاء الله الحلوى تاعنا. الحلوى طبعا لما فضيت الشوكولاته تاعي لصقتها فوق لاباط صابلي، ضفت لها شويه تاع شوكولاته يعني نحكم الحبه تاعي تاع صابلي، ندهنها بالشوكولاته البيضاء ومن بعد نلصق فيها هذا المكعب تاعي تاع الشوكولاته بالطريقه هذه. زدت لصقت فيها هذه الحبيبات الفضيه، الحلوى الفضيه كما راكم تشاهدوا. ونجي هنايا نلصقوا هذا الفراشات. كون نقول لكم يا البنات الساعه في الوقت هذا كانت 12 تاع الليل، وكنت نلصق في هاد الفراشات هما اخر تزيين في الحلوه والكوموند نتاعي باش فضيتها على بيها. كما شفتي ما وريت لكمش طريقه التزيين بالتفصيل لانه نخدم ونزرب باش نفض، لكن في الاخير تحصلت على نتيجه كما راكم تشاهدوا فيها. قولوا لي رايكم في التعليقات واش رايكم فيها حلوتنا لنهار اليوم، اذا عجبتكم ولا لا. ايضا ما تنساوش الضغط على الاعجاب وتخليوا لي رايكم في التعليقات. لاول مره تشوف قناتي ندعوها تشترك وتفعل على الجرس، راهي ما خاسره والو، فقط تضغط على الزر وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. انا نقول لكم نتمنى نتلقى بكم في وصفه قادمه ان شاء الله، فيديو جديد وصفه جديده. مستمرين مازلنا مع الحلويات تاع طلبيه الخطوبه، راح نزيد نقدم لكم وصفه اخرى ان شاء الله. انتظروني في الفيديو القادم باذن الله. تهلاو في روحكم، نتلقاو ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.